وجيد أن سأل هالسؤال جزاه الله خير، لأن صلاة الفجر مهم حقيقة الكلام عليها. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأخوة والأخوات في حديث الذي رواه البخاري من حديث سمرة بن جندب يقول عليه الصلاة والسلام: إنه أتاني آتيان فابتعثاني فانطلقت معهما، قال: فأتينا على رجل مضطجع على الأرض، وإذا آخر قائم فوق رأسه بصخرة، قال: وإذا هو يثلغ رأسه بالصخرة فينفلق رأسه فلقتين ويتدحرج الحجر، يذهب هذا الضارب يأتي بالحجر، فإذا رجع فإذا رأس المضروب عاد كما كان فيعطيه مرة ثانية بالصخرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى المنظر فزع، فعلا منظر يخوف فزع، قال سبحانه وتعالى، قال صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الحديث: يا جبريل ما هذان؟ إيش هذا يا جبريل؟ ليش يضرب؟ ماذا فعل؟ فقال جبريل: هذا الذي يؤتى القرآن فيرفضه، يعني يقال له قال تعالى ويقول اتركك من قال تعالى، يقول الله عز وجل كذا واجب اتركك من الآيات، يرفض اتباع القرآن ويؤخر وينام عن الصلاة المكتوبة، وينام عن الصلاة المكتوبة. فالمقصود أن النوم عن الصلاة المكتوبة أمر محرم، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر له حال رجل نام عن صلاة الفجر، قالوا: يا رسول الله فلان نام حتى أصبح، فقال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. وكذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر يوما، ثم التفت إلى الناس بعد الصلاة، نظر إليهم يمين ويسار، ثم قال: أشاهد فلان؟ فلان صلى معنا يا جماعة ولا لا؟ نظر الصحابي يسأل، قالوا: لا والله ما صلى، لا غير شاهد. قال: طيب وفلان؟ قالوا: لا يا رسول الله فلان غائب. طيب وفلان؟ قالوا: غائب. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة